ينضم إلي عبر الهاتف السيد معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. سيد معتز أهلا بك معنا، وسؤالي لك من الناحية القانونية، هل كان هناك أي عائق قانوني إذا توفرت كل هذه الأدلة التي أقرت بها المحكمة في أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار؟ لكن هذا يجب ان يعني نحاكمه او ندرسه او نقرأ في اطار قانوني. القرار الذي اصدرته المحكمه اليوم قانونيا هو غطى كل الجوانب، وان كان ينقصه في اطار شكلي فقط انا اراه الدعوه الى وقف اطلاق النار، لانه الاهم في رايي كان هو قبول المحكمه للاقتصاد. يعني جنوب افريقيا تقدمت بدعوى اصليه تتهم في دوله الكيان الصهيوني بارتكاب الاباده الجماعيه، وايضا تقدمت بطلب عاجل باتخاذ تدابير مؤقته تحفظيه، من ضمنها كان 9 تدابير، من ضمنها كان عراره تعليق العمليات العسكريه. لكن اليوم قرار المحكمه تضمن هذا الامر بالضروره عندما تجاوز التوقعات، يعني كلنا نتوقع ان ياخذ ببندين رئيسيات التدابير المؤقته، ان تذهب المحكمه باتجاه تعليق وقف الاعمال العسكريه ودخول مساعدات دون ان تتطرق الى موضوع الاباده الجماعيه. اليوم المحكمة فاجأت الجميع بأنه ذهبت أبعد من ذلك، وبسبب الأدلة المتوفرة وبسبب الإدانة وبسبب المرافعة التاريخية التي قدمتها جنوب أفريقيا، وأيضا بسبب المذكرة القانونية المختلفة المبنية على أساس قانون الصلب وعلى الوقائع وعلى الأدلة 84 صفحة، أيضا بسبب الدفاع على هذه الذي قدمه الفريق القانون الإسرائيلي، المحكمة تكونت لديها عقيدة بأن دولة كانت ترتكب الإبادة الجماعية، فذهبت اليوم في التدابير المؤقتة نحو اتهامها رسميا وقف أعمال الإبادة الجماعية، وهذا أمر نادر يحصل بهذه السرعة في مثل هذه الصور. طيب حتى يكون المشاهد معنا، يعني ما هي قيمة أو فائدة أن تذهب المحكمة لفكرة الإبادة الجماعية وتصدر هذه القرارات ولكن العدوان لا زال مستمر والقتل لا زال مستمر بشكل يومي؟ موضوع الإبادة الجماعية هي تتم بالقتل، وحسب تعريف المادة الثانية من اتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية واللي 48 واللي نص عليها في التدابير ذكرت حرفيا صور الإبادة الجماعية، قتل أعضاء الجماعة، تدمير كل مجلسه، اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى يعني حيلولة دون إمكانية عيشهم إلى آخره من هذه، كلها ذكرت، وهذه لا تتم بالضرورة، لا يتم وقف الإبادة الجماعية إلا بوقف إطلاق النار. هذا امر كما يقال بصحيح القانون، يعني لا يمكن ان توقف الاباده الجماعيه وقتل اعضاء دون وقف اطلاق النار، ومع انني كنت اتمنى وكنت انتظر ان يتضمن امرا صريحا، يعني لاغراض ممكن سياسيه اكثر منها قانونيه، لكن هذا لا يقلل من اهميه هذا القرار ولا يعيب ولا يشكل اي عوار عليه في الجانب القانوني. لكن نرجع للواقع، يعني انا اتمنى ان يتم معامله المحكمه كجهه قضائيه وليست كمجلس امن. مجلس الامن الدولي بسبب الفيتو الامريكي رغم مرور 112 يوم فشل في مرتين خلال الاربع اشهر الماضيه في اتخاذ قرار بوقف اطلاق النار. الدول العربيه والاسلاميه 57 دوله عربيه واسلاميه تعجز عن كسر الحصار وفرض ادخال مساعدات. اذا لماذا نحمل المحكمه هذا الامر وكان قرار المحكمه لو تضمن وقف اطلاق النار كان سينفذ على الفور؟ انا اعتقد انه القضاء كانوا في دار على درجة عالية من النزاهة، وهذا كان بأغلبية التصويت على القرارات حد 15 و16 صوت على البند الواحد. أعتقد أن الموضوع يذهب بعيدا جدا، قرار وقف إطلاق النار هو قرار إرادة سياسية، حتى لا تحتاج إلى قرار من المحكمة، إرادة سياسية لو توفرت لدى الدول كانت تستطيع أن تفرض على الكيان الصهيوني. ومن طيب. هنا أرى أنه يجب استغلال هذا القرار اليوم والذهاب إلى مجلس الأمن، وأيضا الذهاب إلى الدول خاصة العربية التي تساهم بشكل مباشر في حصار أهل غزة والضغط عليها لممارسة دورها وعلى الأقل كسر الحصار والسماح بدخول المساعدات. طيب يعني سأعود لنقطة مجلس الأمن والدول العربية أستاذ معتز، لكن سؤالي عن مهلة الشهر، ما الذي يعني هذا من الناحية القانونية؟ أن إسرائيل غير ملزمة بتنفيذ أي قرار في خلال شهر، أم أنها ملزمة منذ اليوم بتنفيذ القرارات وتقدم تقرير في خلال شهر؟ الكيان الصهيوني اسرائيل ملزمه بالقرار فورا، وهذا بنص الماده 94، وهذا اللي بيشكل فرق كبير بين محكمه العدل الدوليه ومحكمه الجنائيه الدوليه.
اليوم محكمة العدل الدولية هي نظامها الأساسي أصلا ذكرت مثلها مثل مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة الفصل الرابع عشر الموازنة 92 إلى 96 حددت اختصاص المحكمة ونصت المادة على 94 إنه جميع أعضاء الأمم المتحدة والكيان الصهيوني العضو يقبل ويلتزم وينزل عند قرارات المحكمة ويلزم بتطبيقها وفي حال امتنع على الدولة التي حافظت على الحكم ضدها أن تذهب إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير إذا الكيان ملزم ابتداء من اليوم لكن خلال شهر يجب أن يقدم تقرير للمحكمة بما اتخذ من تدابير وأنا أعتقد أن المحكمة كانت ذكية في هذا الأمر بأنه خلال يعني أنا أتوقع في القراءة السياسية أنه الكيان الصهيوني رغم أنه لن يمتنع لن يوقف إطلاق النار لكنه سيكون له بعض الحيل ليحاول أن يعني يبرم صفقة قبل الوصول إلى موعد الشهر وهذا أمر ربما جاء في إطار يعني ضغوط سياسية وأنا لا أستبعد أن المحكمة ربما مورست عليها ضغوط سياسية لكن أرى أن هذه الضغوط لم تؤثر بجوهر القضية وصحيح القانون وهي اتهام هذا الكيان ووضع في قصص الاتهام بارتكاب الإبادة الجماعية. طيب تحدثت عن مجلس الأمن عن الدول العربية المشاركة في الحصار وأنه ينبغي أن يمارس عليها ضغط بشكل ما حتى تساهم في هذه المسألة ما الذي يفترض على الدول العربية أن تفعله هنا؟ نعم اليوم حتى وهذا سؤال مهم جدا اليوم بعد ثبوت الإبادة الجمعية أنا أعتقد اليوم كان في تجريب وليس تدابير مؤقتة صياغة القرار عندما تأمر دولة وقف الإبادة الجمعية ومنع أعمال الإبادة الجمعية أن تتكونت عقيدة لدى المحكمة أن الكيان الصهيوني الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجمعية هذا يعرض كل الدول التي تتعامل معها وكل الدول التي تشترك معها ورأينا كيف اتهمت الدفاع الإسرائيلي اتهم مصر في قاعة المحكمة أمام العالم أجمع بأنه مصر من تقفل المعبر ومن تشارك الإبادة الجمعية إذا اليوم الدولة المصرية أمامها هذا القرار تستطيع من خلاله أن تبرئ نفسها علانية وتنفي عن نفسها هذه التهمة أيضا دولة مثل الأردن كل الدول المطبعة اليوم أمامها لأنه التجريم حسب اتفاقية منع الجريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها ليس فقط ارتكاب الإبادة المادة الثالثة أدخلت أيضا وساوت وألقت مسؤولية جنائية على عاتق كل من يشارك في الإبادة الجماعية يحرض عليها يتآمر للإبادة الجماعية أو يحاول أن يرتكب الإبادة الجماعية فهذه الأوصاف والأركان المادية والأفعال كلها تشكل إبادة جماعية وكأنه الشخص يرتكبها أو الدولة ترتكبها أمام كما الكيان الصهيوني إذا الدول العربية كلها مطالبة ودول العالم أراها فرصة مهمة جدا اليوم أن تستغل الدول هذا القرار القضائي وتتذرع به على الأقل أمام الكيان لأنها لا تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك أمام الرأي العام العالمي على الأقل هذا في جانب في جانب آخر اليوم كسرت القاعدة بأنه لا نستطيع أو لا يستطيع أحد في أوروبا أو في العالم أن ينتقل للكيان الصهيوني الإسرائيل وإلا يذهب بمعاداه سامية اليوم قررت المحكمة أن الإبادة الجماعية تهمة رسمية توجه لدولة الكيان وبالتالي جميع الناشطين اليوم وجميع المناهضين للعنصرية والمناهضين للصهيونية والمناهضين للإبادة الجمعية يستطيعوا أن يتهموا دولة إسرائيل علانية بأنهم متهمة بارتكاب الإبادة الجمعية ولا يتهمون أو يسلط عليها الصيف معادات السامية هذا من جانب الجانب في رأيي الأهم كان وهذا له التداعيات سياسية المحكمة بصريح العبارة رفضت ادعاءات وحجج إسرائيل بالدفاع عن النفس وقالت هذه الحجج لا تتوفر في حالة الإبادة الجمعية وأعتقد هذه هي الضربة القاسمة للرواية أو السردية الإسرائيلية حتى ما بعد 7 أكتوبر شكرا جزيلا لك معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج كنت ضيفي عبر الهاتف